ما حكم يعني التخيل؟ يعني هناك جماعة بعض الجماعات الإسلامية تقوم بالتخيم على الشواطئ، يعني يذهبون إلى شاطئ البحار ويقيمون هناك أيام، يعني ما حكم هذه الجماعة شرعا؟ يعني من أي ناحية؟ يعني سؤالك من أي ناحية يعني؟ يعني حكمها شرعا يعني، يعني هناك جماعات إسلامية تقوم على شواطئ البحار يعني وتقوم بالمخيمات، يعني حكمها شرعا هذه المخيمات يعني بالإسلام؟ يا أخي لماذا يقومون هناك للنزهة، للاستجمام، للترويح عن النفس، للدعوة؟ ما يكفي هذا السؤال، يجب توضيحه. هناك جماعة يقولون أنهم يعني للعبادة، يعني فهل هذا المقام يعني للعبادة؟ وإن كان فيها يعني أحاديث و يعني مواعيد كثيرة كل يوم، وهل يجوز شرعا وإن كان للعبادة؟ يخرجون إلى الساحل للعبادة؟ يعني هم يعتقدون ذلك. الله أكبر. يا أخي أنا سألتك لماذا يخرجون؟ يعني ماذا يفعلون هناك؟ يذهبون إلى الشاطئ يعني يطبقون حديث والعلم لله صحته، وإن كان ضعيف أو قوي العلم لله، يتخذونه يعني ك في الحديث يقول علموا أولادكم يعني من ضمن الأمور الثلاثة ومنها السباحة، فتمثيلا لهذا الحديث أو القول والعلم لله صحته فيقومون إلى الشواطئ فيتعلمون السباحة ومنها لوجه الله، يعني يعني هل هذا المقام بذات يجوز شرعا؟ إذا كانوا يلتزمون الأحكام الشرعية، إذا كانوا يلتزمون الأحكام الشرعية وهم مقيمون هناك بقصد أن يعلموا أولادهم السباحة، هذا أمر مشروع لا خلاف فيه. لكن أحس أشعر بأن وراء سؤالك شيء أنت ما تعبر عنه، ولذلك أقول لك هذا السؤال أجله، سجله عندك في ورقة على هدوء وعلى مهل حتى تستوعبه وتجمع أفكارك فيه، لأن السؤال غريب جدا. ناس يذهبون إلى السواحل وناس يذهبون إلى الجبال وإلى آخره، هذا كله أمر جائز شرعا، لكن ينبغي أن نعرف ما هي مقاصدهم، ما هي غاياتهم. فسجل سؤالك وقدمه لي فيما بعد، وإذا كان عندك سؤال الثالث هاته.